فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما طريقة تعويذ الأطفال بالمعوذات؟ هل تقرأ السورة كما هي أو نقول أعيذكم برب الفلق إلى آخر السورة؟ يقرأ السورة على نية أنها ورد له ولأولاده، يقرأها على نية أنها ورد له ولأولاده، ويكفي هذا، تكفي النية. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.